السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم مع مهند غلام 050-516-3525. اهلا بكم في محمد السيارات. السياره اليوم امامنا هي الاكوينوكس 2020 1.5 التوربو 170 حصان. السياره الفول اوبشن اللي امامنا من نفس الفئه، طبعا بيكون فيها الحساسات الاماميه، الاضاءه الزينون والال اي دي، تشغيل عن بعد كامل، طبعا رنجاتها بتكون 18 زي ما احنا شايفين، مرايات عليها الاشارات، بيكون ذكاء على الابواب، شدات الكروم اللي على السقف، اضاءه خلفيه ال اي دي مع الاطار الكروم على الدعميه الخلفيه والحساسات الخلفيه والكاميرا الخلفيه. الاطار الكروم على الشبابيك من الداخل زي ما احنا شايفين، مساحه ما شاء الله كبيره جدا، شيل عيله كبيره طبعا، والسقف طبعها بيكون بانوراما، سقف ازاز كامل. في المكيف الخلفي ده شكل التابلو طبعا مع المكيف الاوتوماتيك البصمه. السياره طبعا بتكون فول اوتوماتيك، التحكم في المرايات ليها زر بيقفل المرايات، كرسي السائق متحرك، اضاءه ذاتيه او اوتوماتيك بتنور بالليل وبتطفي بالنهار. في خياطة جلد على الستيرنج، تحكم كامل في الستيرنج مع مثبت السرعة، الهاند بريك زر، الجير تبعها جير تقليدي 6 سرعات اوتوماتيك، فتحات اليو اس بي، المكيف الخلفي مكيف اوتوماتيك، تشغيل البصمة، الشاشة طبعا مع الابل كار بلاي والاندرويد اوتو زي ما احنا شايفين، كراسيها جلد، شوف شكل العداد، عداد ديجيتال مع ار بي ام وسرعات الانالوج. المساحه الخلفيه ما شاء الله هي اكبر مساحه خلفيه لسياره في فئتها زي ما احنا شايفين، هي اكتر من 800 لتر، ونقدر ننزل السيت الخلفي يوصل المساحه الخلفيه لاكتر من 1000 لتر. اللتر البترول طبعا فيها زي ما احنا شايفين هو ممتاز او اكسلنت، اللتر الواحد بيمشيها 15 كيلو. شرفونا بالاتصال على مهند غلام 050-516-3525 للحصول على العروض الحصريه مع بن حمود للسيارات. اهلا بكم.